تاه الرجلان عن الطريق طوال 39 يوما. حدث ذلك في 29 من فبراير سنة 1932. انطلق 4 طيارين ألمان في رحلة حول العالم، أرادوا من خلالها العثور على شركات وأسواق في مجال الطيران التجاري وإنشاء شراكات مربحة تدر عليهم بالمال الوفير. استقل فريق الطيارين طائرة صغيرة يمكنها الإقلاع والهبوط على اليابسة والبحر على حد سواء. توقع الرجال أن رحلتهم ستكون حافلة بالمغامرات المثيرة، لكن لم يتخيل أحد أنها ستضحي أسوأ كوابيسهم. تكون الفريق من الطيار هانس بيرترام ومساعده توم والميكانيكي أدولف كلاوسمان والمصور الفوتوغرافي ألكساندر فون لاغوريو الذي تولى تصوير الرحلة وخطط لصنع فيلم بعدها. كانت الأسابيع العشرة الأولى من السفر ناجحة للغاية. سافر الفريق حول نصف العالم تقريبا، من إيطاليا إلى إندونيسيا، وكانت آخر محطة ضمت جميع أفراد الطاقم الأربعة جاكرتا. في هذه المرحلة اتفقوا على أن يذهب كل منهم في حال سبيله والالتقاء ثانية في شانغهاي. ترك الطيار بيرترام والميكانيكي كلاوسمان بمفردهما على متن الطائرة. في 13 من مايو استبدل محرك الناقلة الجوية في المجال الجوي البحري في الهند الشرقية الهولندية، وهبط في مدينة كوبانغ في اليوم التالي للتزود بالوقود. كانت هذه آخر مرة يريان العالم المألوف قبل بدء المتاعب. سافر بيرترام وكلاوسمان إلى أستراليا، خططا لسفر 830 كيلومتر في 6 ساعات، لكن ما لبثت أن تحولت إلى ليلة صعبة لدرجة أنهما لن ينسيها طيلة حياتهما. حدث كل ذلك بعد منتصف الليل. كانت الطائرة ساعتها تحلق فوق بحر تيمور، وخططا للهبوط في الفجر. تجمعت السحب أمامهما، فحلقت الطائرة داخل عاصفة هوجاء داكنة. أخلت صواعق البرق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية بخطط الطيارين. لم تستطع الطائرة مواصلة التحليق في ظل هذه الظروف، فقرر كل من هانس وبيرترام الهبوط فورا. حطا بالطائرة في المنطقة الشمالية لأستراليا الغربية التي تبعد مئات الكيلومترات عن وجهتهما النهائية. كان مع رجلين جميع أنواع المعدات الحديثة للإبحار المتوافرة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن كافية وسرعان ما ضل الطريق. وما زاد الطين بلة أنهما أخطأ في تحديد الإحداثيات الدقيقة لموقعهما بحوالي 370 كيلومتر. قضيا الليلة الأولى في غابة كثيفة داخل الأدغال، لم يتمكنا من معرفة موقعهما بدقة بعد هبوطهما الاضطراري بالطائرة، لكنهما كانا مسافرين متمرسين، ورغم أن الوقود كان على وشك النفاد لم يصابا بالذعر. وبدلا من ذلك قررا أخذ قسط من الراحة. في تلك اللحظة سمعا بضع خطى تقترب منهما، وظهر من بين الأغصان رجل من قبيلة بالانغارا المحلية. لم يكن يتوقع الالتقاء بضيوف جدد. نظروا إلى بعضهم البعض وتفوهوا بكلمات، كل واحد بلغته الخاصة، لكنهم لم يفهموا شيئا. رحل الرجل وقرر الطياران الانتظار حتى الفجر. قرر المسافران السفر غربا ناحية مدينة داروين. أقلعا بالطائرة، لكن سرعان ما نفد الوقود. لا تزال داروين بعيدة عن ذلك المكان، فأجريا هبوطا اضطراريا آخر في خليج مختلف. والآن بدأ القلق يتسلل إليهما، إذ لم يكن لديهما وقود أو طعام أو شراب، لا سيما أنهما لم يكونا على دراية كاملة بموقعهما بالضبط. لم يكن لديهما خيار سوى العودة سيرا على الأقدام إلى المكان الذي هبطا فيه في المرة الأولى. أراد العثور على ذلك الرجل من السكان الأصليين مجددا وطلب المساعدة. مرت أيام وأيام عانيا خلالها من الجوع والعطش والحر. بدوا كأنهما في وضع لا يحسدان عليه، لكن كان لا يزال في انتظارهما عدة اختبارات صعبة. مع كل خطوة تخور قوى الرجلين أكثر فأكثر، ومن ثم وقع في قبضة سرب من الذباب البري. كان هذا الذباب عدوانيا للغاية، وهناك الكثير منه، وبدا كأن كل ذبابة تود نهش القليل من جسميهما الضعيفين. ركض بيرترام وكلاوسمان بغية الاختباء من هذه الحشرات الضارية، ومن ثم سبح عبر الخليج للوصول إلى وجهتهما.
قفز في المياه وتمكن أخيرا من الإفلات من قبضة الحشرات، لكنهما لم يتوقعا وجود شيء آخر في انتظارهما هناك بالضبط، تمساح. ومجددا تمكن رجلان من الهروب من هذا الحيوان المفترس المرعب. أثناء الكفاح للنجاة بحياتهما فقدا ملابسهما وأحذيتهما، تمكنا أخيرا من الخروج من المياه. لم يكن لديهما أدنى فكرة عن أين يمكنهما العثور على ذلك الرجل، وهما في حالة من الجوع والألم جراء لدغات البعوض، لكنهما يعرفان طريق العودة إلى الطائرة. وحين تذكرا أنه بقيت مياه في رادياتير الطائرة استجمعا قواهما وقررا العودة إلى هناك. في اليوم 13 وجدا طائرتهما، أخرجا رادياتير وشربا كل الماء الذي تجمع بالداخل، وطفقا بعدها يفكران فيما سيفعلانه لاحقا، وقررا مواصلة رحلتهما عبر المياه. كانت الطائرة مجهزة بعوامتين، أخرجا واحدة وحولها إلى قارب. أبحر بيرترام وكلاوسمان غربا. لحسن الحظ كانت المياه هادئة، جدف الرجلان وكلهما ثقة في النفس أنهما سيجدان شخصا ما يساعدهما، لكنهما كانا ذاهبين في الطريق الخطأ بما أنهما لا يعرفان شيئا عن موقعهما الحقيقي. وفجأة لاحظا وجود سفينة في الأفق فاعتقدا أن الفرج قادم. لم تكن السفينة سوى على بعد 450 مترا منهما. صرخ كل من بيرترام وكلاوسمان ولوحا بأيديهما وتخبطا في المياه، لكن لسوء الحظ لم يسمعهما أحد، وشاهد السفينة تبتعد عنهما شيئا فشيئا. قضيا الأيام والليالي الأربعة التالية في المياه، ومن ثم وصلا إلى الشاطئ. اعتقد أنهما قد وصلا إلى جزيرة ميلفيل. ترك الرجلان القارب وذهبا بحثا عن المناطق الحضرية، لكنهما لم يجدا شيئا ما عدا الحر والبعوض والأدغال، فعادا إلى زورقهما يجران أذيال الخيبة. وجداه تالفا فاضطر الطيران لفصل جزء منه. صار الآن عديم الفائدة. تمكن من الإبحار لبضعة كيلومترات قبل العودة إلى الشاطئ. لم يدري كل من بيرترام وكلاوسمان ما يمكنهما فعله لاحقا، لذا اختبأ تحت حافة صخرية للاحتماء من الطقس الحار والشمس الحارقة. مر 39 يوما منذ أن أجبرتهما العاصفة على الهبوط. كادا يفقدان الأمل تماما، لكن في هذه اللحظة وجدهم فريق من السكان الأصليين لقبيلة محلية. ساعدوا رجلين وقدموا لهما الماء والطعام، وبعد أسبوع وصل فريق الإنقاذ. تبين لاحقا أن 60 شخصا بصدد البحث عن المسافرين المفقودين. في الحقيقة مر فريق البحث بالمسار نفسه، وجدوا الطائرة ومنديل بيرترام. إن مكث بيرترام وكلاوسمان في الطائرة أكثر من ذلك بقليل لا تمكنوا من إنقاذهما في وقت مبكر. طوال 39 يوما تمكن بيرترام وكلاوسمان من النجاة من الأدغال الحارقة. قد يبدو ذلك كابوسا حقيقيا، لكن قرر رجل أسترالي تكرار التجربة ذاتها بمحض إرادته. ذهب إلى المنطقة عينها في سنة 2017 في المكان الذي هبط فيه بيرترام وكلاوسمان. مشى وأبحر في الطريق نفسه الذي اتخذه في سنة 1932. لم يصطحب معه ماء أو طعاما، وكان لديه المعدات نفسها للطيارين. أراد أن يثبت لنفسه أنه قادر على النجاة مما مر به الرجلان، ونجح في ذلك، حتى أنه سجل الرحلة بأكملها بالكاميرا وصنع فيلما وثائقيا يصف فيه مغامرته المثيرة. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.